بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. ما زلنا بصدد الحديث عن بعض آيات كريمات وردت في سورة الصف. يقول ربنا سبحانه وتعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام: وإذا قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. اسمه أحمد، أين أنتم يا من تدعون أنكم من أتباع أحمد ومن أمة محمد عليه السلام؟ يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم هي محمد عليه الصلاة والسلام بالبينات، أي بالقرآن العظيم والسنة المطهرة، جاءهم بالبينات، قالوا هذا السحر المبين. من قال هذا؟ هم العرب، ومن قال هم بنو إسرائيل. ولهذا دائما بنو إسرائيل هم كانوا كما تقول الحكم فيما جرى بين نبينا عليه الصلاة والسلام ومن خالفه، دائما يقول واللي هم على هدى هم من خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام. شوف كيف يقبل الآيات. والآن حد الآن مسيطر علينا هذه الانقلابات في المفاهيم، فاحذروا هذه الشياطين الإنسية والجنية والالتباسات الشيطانية، ما زالت يتمى على صدور الكثير منا، وما زالت معتمة لعقولنا ومنجسة لأرواحنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه ورضوانه.